إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المسجد الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا وإياكم مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، إلى الباحثين عن السعادة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكعادتي فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم تحت هذا العنوان في العناصر التالية: أولا، الناس جميعا يبحثون عن السعادة. ثانيا، سعادة العالم بين الوهم والحقيقة. وأخيرا، هذا هو طريق السعادة. فأعني قلبك وسمعك أيها الحديث، والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، الناس جميعا يبحثون عن السعادة. نعم، مهما اختلفت عقائدهم، مهما اختلفت أفكارهم ومبادئهم، فإنك لو سألت أي إنسان على ظهر الأرض لما فعلت كذا ولما صنعت كذا وكذا، لقال لك إن بهذه الأحرف أو بكلمات تختلف أبحث عن السعادة، غاية يتفق فيها الخلق جميعا. ولكن يختلف الناس في سبيل الحصول على هذه السعادة. فمن الناس من يظن أن السعادة في جمع المال ولو كان من الحرام، المهم أنه يريد أن يجمع المال بأي سبيل، لا يعنيه ما هي الوسيلة لجمع المال. وأود أن أقول بداية، أنا لا أريد أن أقلل من شأن المال، فقد يكون المال سبب السعادة في الدنيا والآخرة، وقد يكون المال سبب الشقاء في الدنيا والآخرة. المال ما أكرمه إذا حركته أيدي الصالحين والشرفاء، ما أشرف المال إذا حرك المسلم غايته وعلم أن المال ظل زائل وعارية مسترجعة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد من حديث أبي كبشة الأناري، وفيه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:
إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم رجلا آتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلا. فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة، لو عرف المؤمن غاية المال وحقيقة المال والوظيفة التي ينبغي أن يسخر لها المال فأنفق في سبيل الله جل وعلا، وعلم يقينا أن ماله الحقيقي هو ما قدر، هو ما بذل في حياته. ففي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه يوما وقال: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما من مال أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال ورثته ما أخر. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما لك ابن آدم تقول ما لي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ورحم الله من قال: النفس تجزع أن تكون فقيرة، والفقر خير من غنى يطغيها، وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت. فجميع ما في الأرض لا يكفيها هي القناعة، فالزمها تكن ملكة لو لم تكن لك إلا راحة البدن. وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير الطيب والكفن؟ قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فالمسلم إذا عرف غاية المال واستخدم المال استخداما صحيحا فالمال حينئذ سبب سعادته في الدنيا والآخرة. وقد يكون المال سببا من أسباب الشقاء في الدنيا والآخرة. إذا عاش الإنسان من أجل المال وأصبحت غايته في هذه الدنيا أن يجمع المال بأي سبيل وبأي طريق حتى ولو على حساب الآخرة، يسمع النداء يقول: حي على الصلاة، ولكنه منشغل بتجارته، منشغل بأولاده، منشغل بكرسيه ومنصبه، ما استجاب لله جل وعلا. من أجل الدنيا ومن أجل المال غفل عن الآخرة. وقد حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذه الغفلة، فقال كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد: إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا اللقاء. كم ممن ينتسبون الآن إلى الإسلام لا هم لهم إلا المال، لا هم لهم إلا الدنيا، إن أمروا بأمر الله جل وعلا ما أمروا، وإن نهاهم الله جل وعلا ما انتهوا، وإن حد لهم الله جل وعلا
تجاوزوا وتعدوا حدود الله تبارك وتعالى، واصبحت الدنيا الغايه التي من اجلها يخططون ويبذلون بل وينفقون العقل والوقت والجهد والمال. فالمال ايها الاحبه ليس كل صاحب مال سعيد، ليس كل صاحب مال سعيد. وانتم تقرؤون آيات القرآن التي قص الله فيها علينا قصة قارون الذي انشغل الناس بملكه وسلطانه، ومع ذلك لما ذكر لله ما تذكر. اتق الله ورد الفضل إلى الله جل وعلا، واعلم بأن ما أنت فيه من نعمة إنما هو بفضل الله جل وعلا عليك. ورد قارون باستعلاء وكبر وقال: إنما أوتيته على علم عندي، إنه فن الإدارة، إنه فن الإدارة. هذه الكلمة التي يرددها أصحاب المال الآن إلا من رحم ربه، فكانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ولعل البعض من حضراتكم قد تابع قصة أظلم امرأة في العالم، فتاة في العشرين من عمرها، إنها كريستينا أونتس ابنة الملياردير الشهير أونتس. لما توفي أو هلك أبوها ورثت هذه الفتاة مع زوجة أبيها هذه الشركة الضخمة الضخمة المليارات الأساطير الشركات. وتزوجت هذه الفتاة برجل أمريكي، عاشت معه فترة قصيرة ثم طلقها أو طلقته، ثم تزوجت برجل يوناني عاشت معه فترة قصيرة فطلقها أو طلقته، ثم تزوجت برجل روسي شيوعي. فتعجب الصحفيون في حفل زفافها وقال لها الصحفي: كيف تلتقي قمة الرأسمالية بالشيوعية؟ فقالت الفتاة بصدق ووضوح: أبحث عن السعادة. ثم عاشت معه فطلقها أو طلقته، ثم تزوجت للمرة الرابعة برجل فرنسي. فتقدمت صحفية لتقول لها: هل أنت أغنى امرأة؟ فقالت: نعم أنا أغنى امرأة ولكني أشقى امرأة. ثم وجدوها جثة هامدة في إحدى الشاليهات بدولة الأرجنتين. فليس كل صاحب مال سعيدا أيها الأحباب، والله لن يذوق طعم السعادة إلا رجل من الله عليه بالمال فعرف الغاية والوظيفة لهذا المال فأنفقه لله جل وعلا في الليل والنهار، اكتسبه من الحلال وأنفقه فيما يرضي الكبير المتعال. وقد يظن صنف آخر من الناس أن السعادة الحقيقية في المنصب في الجاه والسلطان، وأنا أقول لحضراتكم: قد يكون المنصب سببا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة إذا اتقى الإنسان ربه وعرف أن المنصب والكرسي الذي أجلته الله عليه عرف أنه أمانة، وأن هذه الأمانة يوم القيامة قد تكون حسرة وندامة. ففي صحيح مسلم أن أبا ذر جاء للحبيب النبي فقال: يا رسول الله ألا تستعملني؟ لماذا لا تعطيني منصبا أو كرسيا في هذه الدولة العظيمة؟ فقال له مصطفى بعد أن ضرب على منكبه: يا أبا ذر إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فالمنصب أمانة والمسؤولية أمانة. وأستحيفك بالله أن تتذكر هذا الحديث الذي يرعب القلب لخطره ومسؤوليته. والحديث في أعلى درجات الصحة، رواه البخاري ومسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. تدبر أيها المسؤول
مهما كانت مسؤوليته ومهما كان منصبه أنت في أمانة. إن أتيتها ربما أوصلتك هذه المسؤولية إلى الجنان. إن اتقيت الله وعرفت هذه المسؤولية وقدر هذه الأمانة، فإن خان الإنسان هذه الأمانة كان المنصب سببا في شقائه في الدنيا والآخرة. لذا نرى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يكاد ينام ليلا أو نهارا، يمر في السوق فيلفت نظره ابل سمينة فيقول عمر ابل من هذه؟ فيرد عليه بعضهم يقول ابل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر وكأن حية رخاء قد أفرغ كل كلها في جوفه ائذن به. ويأتي عبد الله وهو يرتجع، وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عمر إمام من أئمة الزهد والورع. فيقول له أبوه ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فيقول إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي يا أمير المؤمنين، وأطلقتها في الحمى ترعى لأبتغي ما يبتغيه المسلمون من الربح والتجارة. فقال عمر في تهكم ناجع وهو الذي عرف حجم المسؤولية وخطر الأمانة، قال بخن بخن يا ابن عمر، وإذا رأى الناس إبلك قالوا ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين فتسمن إبله ويرضو ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال لبيك يا أبتي، قال اذهب الآن فبيع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. لله دره. هؤلاء كانوا يقفون أمام كل لقمة شهية وأمام كل ثوب جميل وأمام كل نعمة، يقفون وهم يرتعدون من الله جل وعلا. ويقول عمر لنفسه ماذا أنت قائل لربك غدا يا عمر؟ كنت فقيرا فأغناك الله، وكنت وضيعا فأعزك الله، وكنت غنيا فأعزك الله، ثم ولاك الله هذه الأمانة، فماذا أنت قائلا لربك غدا يا عمر؟ فيا أيها الحبيب مهما كان حجم منصبك ومهما كان حجم مسؤوليتك فإنها أمانة، وإنها يوم القيامة حسرة وندامة. إن اتقيت الله وجعلت هذا المنصب وسيلة للجنة لتفريج كربات الناس، لا تعقب الناس ولا تعقب مصالح خلق الله ولا تعقب مصالح عباد الله، بل كن مفتاح خير. فإن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، فكن مفتاح خير بمنصبك، وكن مفتاح خير بكرسيك، واستغل هذا الكرسي لمرضاة الله، ولا تستغل هذا الكرسي لمن أجلسك عليه من العباد، فإن الكرسي ظل زائل وعارية مسترجعة. ولو كان هذا المنصب لغيرك ما وصل اليه، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب، لم ينسه الملكان حين نسيته، بل اثبتاه وانت لاه تلعب، والروح منك وديعه اودعتها، ستردها بالرغم منك وتطلب، وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب، الليل تعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. فقد يكون المنصب سببا من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، وقد يكون المنصب سببا من أسباب الشقاء والهلاك في الدنيا والآخرة. وهناك صنف ثالث يظن أن السعادة الحقيقية في الغرب، أن يسافر إلى الغرب وأن يستورد أفكار الغرب، فهؤلاء هم الذين يعيشون في السعادة من وجهة نظره. وأنا أقول لكم أيها الأخيار، والله الذي لا إله غيره، من سافر إلى بلاد الغرب علم يقينا أن هؤلاء يعيشون الضنك بكل معانيه. نعم أعترف أنهم قد حولوا العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذه التقنية المذهلة في عالم الاتصالات والمواصلات. فجروا الذرة وانطلقوا في أجواء الفضاء وغاصوا في أعماق البحار
وأعطوا البدن كل ما يستهيه، وبقيت الروح في أعماقهم تصرخ تبحث عن غذائها ودوائها. وهنا وقف الفرد أمام الروح وقفة العاجز. لماذا؟ لأن الروح لا توزن بالجراف، ولا تقاس بالترمومتر، ولا تخضع لبوتغة التسارب في معالم الكيمياء والفيزياء. فوقف الغربي حائرا عاجزا. إن المتابع للإخفائيات الأخيرة سيعجب عجبا حينما يرى هذا الانتشار السريع للعيادات، لعيادات الطب النفسي ورحالات الانتحار الجماعي. لماذا؟ لأن الإنسان يا إخوة بدن وروح، ولا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد لمدة طويلة، فإن طار ولو طالت مدة طيرانه سينسقط حتما لينكسر جناحه الآخر. وهنا يقول الحق جل وعلا عند الروح: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالإنسان جسد وروح، ومحال أن يزيد الإنسان غذاء هذه الروح إلا في منهج الخالق جل جلاله. قال سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. كنت ألقي محاضرة مركز إسلامي في لوس أنجلوس، ودخل علي أمريكي مع أخوين مسلمين، وقطعا الأخوان محاضرة وقال لي: نريد أن تنطق هذا الأمريكي الشهادتين. قلت: الحمد لله، تقدم يا أخي. وقبل أن ينطق الشهادة قلت له: لماذا أتيت مسلما وأنت ترى واقع المسلمين لا يسر عدوا ولا حبيبا؟ فرد علي الأمريكي وقال: يا أخي، أنا رجل فريد أملك الشركات والأموال الطائلة، ومع ذلك أقول فكر في الانتحار أكثر من 10 مرات. أريد أن يتخلص من الحياة، لا يشعر الحياة بلذة ولا بذوق ولا بطعم. يقول: وعندي هذا الأخ، وأشار على موظف مع الأخوين اللذين جاء معه. هذا الأخ الموظف عندي في إحدى الشركات، ما من مرة أدخل عليه إلا وأراه مبتسما، نشيطا في عمله، أمينا في عمله، صادقا جادا. فاقترب منه هذا الأمريكي وقال: يا أخي، ما من مرة أدخل عليك إلا وأرى السعادة تعلو وجهك، وأرى الجد والنشاط والحيوية، وأنا صاحب هذه الشركة لا أشعر بما تشعر به. فرد عليه هذا الأخ الذي كان مثالا للمسلمين: إذ أنني أعتقد من كثرة سفرات لهذه البلاد أن المسلمين هم حجر العثرة في طريق التزام هؤلاء بالإسلام، لأن الأمريكية والغربية ينظر إلى كثير من المسلمين فراهم قد انحرفوا عن منهج رب العالمين. هذا يسلب الخمر، وهذا يبيع الخنزير في محله، وهذا يعثر الزنا. يقول: قد الفرق بيني وبينه. إذ لو كان المسلم مثالا حقيقيا لهذا الدين بأخلاقه وسلوكه لتغيرت هذه الصورة المقدسة التي نقلت إلى الغرب والشرق عن الإسلام والملتزمين المسلمين. يقول: فرد علي هذا الأخ المسلم وقال لي: الحمد لله، أنا أشعر بالسعادة لأنني مسلم. قال: وما معنى ذلك؟ وهل المسلم يشعر دوما بالسعادة؟ قال: نعم، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا حديثا صحيحا في صحيح مسلم من حديث أبي يحيى الصهيب، يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فرد الأمريكي وقال: فهل لو دخلت الدين الذي أنت عليه سأشعر بالسعادة التي تشعر بها؟ قال: نعم. قال: أدخلني، قلني. فأمره بالاغتسال فاغتسل، وجاء به إلى المركز الإسلامي ليعلن الشهادة،
والله يا إخوة ما أن وقف الأمريكي ليردد خلفي كلمة الإيمان والتوحيد إلا وبكى بكاء هستيريا طويلا، فأراد الإخوة أن يسكتوه فقلت لهم دعوه، فلما أنهى بكاءه وجلس قلت له لماذا بكيت؟ فقال لي أشعر الآن بشيء في صدري من الفرح ما شعرت به قبل الآن. قلت صدق ربي إذ يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إنها نعمة طرح الصدر، إنها نعمة الهداية لا يتذوق طعمها إلا من ناطق وإلا من عرف. قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يخر حزينا. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد الأبدى لها الشكينا، الغرب مقبرة المبادئ كلما رفعت يد الأبدى لها الشكينا. الغرب يقبر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا، الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلى ما يحمل قوم الزيتون، كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. فيا أيها المسلم اعلم بأن السعادة الحقيقية، وهذا هو عنصرنا الثالث إن شاء الله في دين الله جل وعلا وفي امتثال منهج الله تبارك وتعالى، ثانيا من عناصر اللقاء العالم أو سعادة العالم بين الوهم والحقيقة. إن العالم كله محروم من السعادة بلا نزاع وبلا جدال، على الرغم من كثرة الأموال والبنوك والأسواق، على الرغم من كثرة المخترعات في جانب الأمن، إن العالم محروم من نعمة الأمن والأمان ومحروم من نعمة السعادة. لماذا؟ لأنه انحرف عن منهج الله جل وعلا وابتعد عن منهج الله جل وعلا. ولا سعادة لمخلوق على ظهر هذه الأرض إلا إذا سمع عن الله فامتثل، إلا إذا استجاب لأمر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولا تقل لي أين النموذج، أقول لك ما وجد هذا النموذج الذي يحول الإسلام في واقع الناس إلى منهج حياة وإلى واقع عملي. فمن الظلم إذن أن نحكم على منهج الله وعلى دين الله بأنه ما حقق السعادة للناس على أرض الواقع، لأنه ما قدم إلى الآن هذا المنهج بالصورة التي ارتضاها الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وها هو المصطفى محمد يوم أن حول أصحابه هذا الدين إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، تحولوا من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. فلا سعادة إلا إذا عادت البشرية إلى الله بعد أن أحرقها نفح الهاجرة القاتل وأرهقها طول المشي في التيه والضلال. فإن البشرية كلها من خلق الله ولم تعالج فطرتها وأمراضها إلا بدواء يقدم لها من عند الله، وهذا الدواء هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهيا أيها المسلم قم وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خطقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. هيا قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي، بين للدنيا عزة وعظمة وأخلاق هذا الدين. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم خير دعاء لأطوالنا وأخلاقنا وسلوكنا ورحمتنا وتواضعنا ومجلنا بهذا الدين. فإن أعظم خدمة نقدمها اليوم أيها المسلمون لهذا الدين العظيم هي أن نشهد له شهادة عملية على أرض الواقع بعدما شهدنا له جميعا شهادة قولية، لأننا نرى انتصاما رهيبا بين هذا المنهج المنير وبين هذا الواقع المر المرير. والله أسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرا هذا هو طريق السعادة. لخص الله جل وعلا هذا الطريق في آيات محكمة لمن أراد السعادة في الدنيا والآخرة. قال جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إيمان بالله جل وعلا وعمل صالح واستقامة على هذا الدرب حتى تلقى الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، إذ أن الإيمان هو الأصل، إذ أن العقيدة هي الأصل. ولا تصدق أبدا أن الأمة الآن أصبحت ذاهلا عن العقيدة، أو أصبحت ذاهلا عن دعاة يركزون على العقيدة أو يركزون على التوحيد. فإن التوحيد هو النبلة الأولى إن أرادت هذه الأمة أن تعيد إليها عزها ونزها المسلوب. فالإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة. ولا يقبل الله من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. يخرج علينا من يقول: لا تكثروا الدندنة على حول الإله أو حول التوحيد، لأن النبي بدأ بالتوحيد إذ أنه بدأ في بيئة شركية. فلا داعي للإكثار من الحديث عن التوحيد والإيمان وأركانه وأبوابه. أقول إن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى التوحيد من أمس. بل لقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. أثبت لهم عبد الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أثبت لهم عبد الإيمان ابتداء، ومع ذلك يأمرهم بالإيمان. آمنوا ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، وعقيدة راسخة في ضمائرهم، وعقيدة عاملة في حياتهم وفعلهم. فلا بد أيها الحبيب من تأصيل الإيمان وتحقيقه وتجريده وتخليصه من أي سائلة من سوائل الشرك. الأمة لا زالت الملايين المملينة فيها تسأل غير الله وتستغيث بغير الله ونحت شريعة الله جل وعلا. في كل عام في مصر وفي غيرها يحج إلى بعض القبور الملايين من الخلق من البشر، وسمعنا بآذاننا على شاشات التلفاز من يقول: إننا الليلة نحتفل بمولد السيد البدوي المهاب الذي إن دعي في البر والبحر أجاب. وسمعنا من يخاطب النبي المصطفى ويقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العملي، وإن من فيض جودك الدنيا وذرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وسمعنا من أبناء الأمة من يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجثماني على دين برهوني، سلام على كسر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. سمعنا من أبناء الأمة من يقول: إن مصر ستظل فرعونية، ولو وقف الإسلام حجر عثرة في طريق فرعونيتنا لنحينا الإسلام جانبا لتظل مصر فرعونية. سمعنا من أبناء الأمة من يقول: إن القرآن منتج ثقافي إلى آخر هذا العقد. وسمعنا من يقول: آمنت بحزب البعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. وأخرج من يقول: كفوا عن التوحيد،
أين التوحيد في هذه الأمة؟ ليكف الدعاة عن التركيز على التوحيد والإيمان لتحقيقه وتجريده. فوالله لا عزة ولا نجاة لهذه الأمة إلا إذا حققت الإيمان ابتداء من الله جل وعلا. يا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. كم صمنا رمضانات كثيرة ومع ذلك لو سألنا أنفسنا إلا من رحم الله هل خرجنا بالتقوى من رمضانات كثيرة صمناها؟ لكان الجواب لا، إلا من رحم الله. لماذا؟ لأننا دخلنا رمضان مدرسة الصوم بغير الشرط الذي به سنحصل التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لن تخرج من رمضان بالتقوى إلا إذا دخلت رمضان بالإيمان. إن لم تحقق الإيمان فلن تخرج بالتقوى. كم من المسلمين يذهب إلى حج بيت الله الحرام وعلى عرفات، يا رب الكعبة رأيت بعيني، على عرفات رأيت من جلس بلباس الإحرام ليلعب الكوتشينة. فكاد قلبي أن ينخلع، قلت يا أخي في هذا اليوم العظيم تقضي هذا الوقت في مثل هذا؟ فقال إن اليوم طويل وأنا أريد أن أقضي بعض الساعات حتى لا أشعر بالملل. هذا في عرفات لا يشعر بلذة ولا بعرفة هذا اليوم لأنه ما حقق الإيمان. فلن تخرج بتقوى ولن تستطيع أن تعد بطرك ولن تستطيع أن تكف عن الحرام ولن تستطيع أن تمتنع عن الربا ولن تستطيع أن تفعل شيئا على الإطلاق إلا إذا حققت الإيمان ابتداء بالله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة سعيدة، حياة كريمة. سينشرح صدرك وسيسر الله جل وعلا أمرك وستشعر بالراحة والطمأنينة وأنت في رحاب الله وأنت في قرب من الله جل وعلا. إن أتيت الصلاة شعرت باللذة، إن قمت الليلة شعرت باللذة، إن أكلت لقمة شعرت باللذة والسعادة. حقق الإيمان واحرص على العمل الصالح وستسعد بهذه الدنيا بل وستدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة. فإن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. إنها جنة القرب من الله، إنها جنة الطاعة لله، إنها جنة اللذة بالأنس مع الله جل جلاله. فاحرص على الإيمان وعلى العمل الصالح لتشعر بالسعادة في هذه الدنيا قبل الآخرة. عندنا في المنصورة في مصر يحدثني أستاذ جامعي ابتلاه الله بمرض في القلب فسافر إلى بريطانيا لإجراء جراحة عاجلة. فلما قرر الأطباء الجراحة وظن أنه ربما يموت قال إن أمهلوني 3 أيام لأرجع إلى أهلي لألقي عليهم النظرة الأخيرة ولأرتب بعض الأمور فإن قدر الله علي الوفاة أكون مطمئنا. فعاد الرجل وقبل أن يسافر بيوم إلى بريطانيا مرة أخرى لإجراء الجراحة كان أجلس إلى جوار صديق له في مكتب إلى جوار جزار إلى جوار رجل يبيع اللحم. ولفت نظره امرأة كبيرة تلتقط العظم وبعض قطع اللحم النيء من على الأرض وتضع في شلة معه. فتعجب الرجل وخرج ونادى على هذه الأم الكبيرة وقال ما تصنعين يا أمه؟ قالت والله يا بني لقد رزقني الله 5 من البنات ما ذاقوا طعم اللحم منذ عام تقريبا. كان يجمع لهم بعض هذه القطع. فبكى الرجل وتأثر ودخل على هذا الرجل وقال يا أخي هذه المرأة ستأتيك في كل أسبوع وأعطها من اللحم ما تريد. قالت لا أريد كيلو فقط. قال بل أعطها 2. وأخرج من جيبه مباشرة قيمة لحم لعام كامل مكدما. فبكت المرأة ولم تصدق ورفعت يديها تتضرع بالدعاء إلى الله جل وعلا أن يسعد هذا الرجل وهو صاحب القلب المريض. والله يقول لي والله ما أن عدت إلى بيتي
إلا وأنا أشعر بهمة ونشاط، حتى لو كلفوني هدم بيت لفعلت ذلك. يقول فلما دخلت قابلت ابنتي وقالت: ما شاء الله يا أبتي، أرى حركتك وأرى نشاطك وجدك، ما هذا؟ أرى وجهك تهلك. فقصت عليها فبكت البنت وكانت صالحة ورفعت يديها إلى السماء لتدعو الله جل وعلا وتقول: أسأل الله أن يسعدك بشفاء مرضك كما أسعدت هذه المرأة وأولادها. واستجاب الملك، وسافر الرجل بعد إصرار من أهله وهو الذي شعر بالتحسن الكامل. وأمام أطبائه في بريطانيا صرخ طبيبه الذي يعلم حالته وقال: ما هذا؟ فنظر إليه أخونا وقال: ما الذي حدث؟ من الذي بذل لك العلاج بهذه الصورة؟ عند أي الأطباء بذل عليك إعطاك العلاج؟ فبكى الرجل بين يديه وقال: تاجرت مع الله فكفاني الله جل وعلا. بين غمرة عيني وانتباهاتها، اعلم بأن الله على كل شيء قدير، والله ستسعد في الدنيا والآخرة إن قربت من الله وعرفت طريق الله وحققت الإيمان بالله وسرت على درب الحبيب رسول الله. هذا هو طريق السعادة يا شباب، هذا هو طريق السعادة يا أصحاب الأموال ويا أصحاب المناصب. لن تشعروا بالسعادة في الدنيا والآخرة إلا إذا سلكتم هذا الدرب. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. لتسعد بعد ذلك إن سلبت هذا الدرب سعادة حقيقية أبدية لا تشقى بعدها أبدا، في جنات النعيم، في جنات ونهر، في مصعد صدق عند مليك مقتدر. قال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، فأما الذين شقوا ففي النار، ففي النار خالدين لهم فيها زفير وشهيق. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، وأما الذين سعدوا ففي الجنة، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجدود. هذه هي السعادة، إنها دار السعادة، ولن تدخل دار السعادة إلا إذا دخلتها في الدنيا فحققت الإيمان وسرت على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الحبيب الكريم، روى مسلم في صحيحه من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟
هل رضيتم؟ فيقول اهل الجنة وما لنا لا نرضى وما لنا لا نرضى وقد ادخلتنا الجنة وانجيتنا من النار. فيقول الله جل وعلا افلا اعطيكم افضل من ذلك؟ فيقول اهل الجنة واي شيء افضل من ذلك واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول الله جل وعلا احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا. ايها الاخيار ان نعيم الجنة الحقيقي ليس في لبنها ولا في خمرها ولا في ذهبها ولا في قصورها ولا في حريرها ولا في خورها، وانما نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها. قال جل جلاله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة. قال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة هي ان تتمتع بالنظر الى وجه الله في جنات النعيم. ايها الحبيب الكريم هذا هو طريق السعادة، تداوم على هذا الدرب واحرص على هذا الدرب واحرص على السير على طريق محمد بن عبد الله، فوالله ثم والله لن تشعر بسعادة في دنيا ولا بنجاة وفوز وفلاح في أخراك إلا إذا سلكت هذا الدرب وهذا الطريق. والله أسأل أن ييسر لي ولكم هذا الدرب وأن يثبتنا وإياكم عليه. اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم اجعلنا من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم يسرنا بفضلك اليسرى، اللهم يسرنا بفضلك اليسرى، اللهم ارزقنا التقى والعفاف والغنى